تحل اليوم ذكرى ميلاد مايسترو الكورال كابتن صالح سليم، أحد أبرز أساطير الكرة المصرية، والذي ولد في عام 1930. انضم لمنتخب مصر لكرة القدم في عام 1950. شارك صالح سليم في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية من خلال مجموعة من الأفلام المميزة، منها الشموع السوداء والسبع بنات، وتوفي في 6 مايو عام 2002.